بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. حلقه جديده مع قناه دكتور اوجستين مع فوز مستحق للجزائر. الامازيغ ليسوا عرب، الناس دي خلت المستحيل بقى مستحيل، سبحان الله. يعني خلت المستحيل مستحيل، بيلعبوا لعب رائع. سيطرة جزائرية معظم الماتش. طبعا نيجيريا ابتدت في الشوط الثاني بقت جبارة، الدقيقة 39 في الشوط الأول. طبعا نيران صديقة زي اللي حصل في ماتش تونس، نفس غلطة ديلان براون لاعب تونس حدث مع نيجيريا. ويليام ديفين بيكون نيجيري. نيجيريا كمان كان فيها لاعب اسمه أوجستين أوكوشي، وكان في لقطة خدت بالي منها، كان عدنان ساقط على الأرض بروح رياضية، لاعب من نيجيريا خرج الكورة. وطبعا ما ننساش الفار اللي بين ضربة جزاء على عيسى مندي. طبعا اللاعب بعد ما دخلها جاله رشم الصليب. اسماعيل بن ناصر جه في اخر الماتش شاط كوره رائعه جدا بس جت في العارضه. الجزائر فعلا ما تعرف، مستحيل. رياض محرز خلص قبل ما الشوط ينتهي بثانيتين تقريبا بالظبط، يعني متخيلين ثانيتين الناس دي بتلعب لاخر لحظه، مركزين في الماتش، عارفين هما بيعملوا ايه وعايزين ايه وعايزين يوصلوا لفين. ده بقى الفكر، عايز يوصل لفين، والاخر لحظة بيقاتل، لاخر لحظة بيحاول، عارف انه عنده امجاد وعارف انه هو عايز يعمل امجاد، مش يلا كما قوم العادة. دخلنا خدنا الفلوس خرجنا عملنا اعتذار للشعب والجمهور. لا الناس دي ما عندهاش كده، الناس دي كف ان هي تاخد كاس الامم وكاس العالم كمان يمكن بعد كده، وهتتفرجوا عليهم اكيد مع السنغال كده. السنغال والجزائر ونيجيريا تلعب على الثالث والرابع مع تونس، واعتقد ان الماتشين الجايين هيبقوا اقوى كمان. نقابلكم باذن ربنا في حلقه جديده مع قناه دكتور مصطفى.